عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بالناس القدام، وكذلك كنرحب بالناس الجداد اللي عاد غيلتحقوا بالقناة. ونقول لكم ما تنسوش زر الجرس، وما تنسونيش من التعاليق الزوينة ديالكم والإعجاب. وندوزو نشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي هو عبارة عن كيك يومي اقتصادي. بالنسبة لهذا الكيك كنحتاج فيه كأس سكر سنيدة، كأس زيت، كأس حليب، حبتين من البيض، عندي كأسين ونصف من الدقيق الأبيض، زوج ساشي خميرة الحلويات، ساشي سكر الفاني، وهنا عندي ثلاث ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو والقليل من الملح. كيف ما شفتوا معي الكؤوس اللي عبرت بهم الزيت والسكر والحليب، فهما الحجم ديالهم صغير، لأن عندي الغرض بالكيك غادي ننزلو في واحدة الطاولة هي صغيرة، وغادي يكون عندي كيك بحجم صغير. كيف ما كتشوفوا معايا نزلت سكر الفاني وسكر سنيدة والملح وحبتين من البيض، وغادي نخفق هذا الخليط مزيان غير بالخلاط اليدوي او بالطراب اليدوي. خليكم معايا حتى نكمل الخليط ديال الكيك ديالي. شاهدوا معايا الفيديو للاخير، وشكرا لكم وفرجة ممتعة. خلطت الكيك ديالي مزيان بالعناصر كلها اللي ذكرت معكم، خديت الطاوة الكيك الحجم ديالها صغير، دهنتها بالقليل من الزبدة ورشيتها بالدقيق، ونزلت فيها العجين اللي خلطت من قبل. غادي نحتفظ بالقليل من العجين كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف ليه ثلاث ملاعق اللي ذكرت من قبل ديال بودرة الكاكاو، ونخلط مزيان. ومن بعد غادي نزيد الخليط ديال الشوكولا على الخليط اللي سبق لي نزلت في الطاوة.
تشوفوا معايا هذا هو الكيك. غادي ندخله الفرن مدة ديال نصف ساعة على درجة حرارة منخفضة. من بعد غادي نخرجوا الكيك ديالنا من الفران كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، خضر لون ذهبي. وغادي نزينوا الكيك ديالنا بداك الشيء اللي متوفر عندنا في البيت، وكل وحده تزين بداك الشيء اللي كيعجبها. انا هنا خديت واحد القطعه ديال الكوفريت او كيف ما كنقولوا الباستا، حكيتها في الحكاكه، هي باش غادي نزين الكيك ديالي. وغادي ناخذ الكيك وننزله في طبق التقديم، دهنوا بشويه ديال المربى او بشويه ديال العسل، ونرش هذا الكوفريت اللي شفتوا معايا. كيف ما يمكن لكم تزينوا بالقليل من الكوك او الكاوكاو مهرماش او داكشي اللي كيعجبكم. اليوم حضرت معكم كيكه اقتصاديه سهله وبسيطه، كنحضرها دائما في البيت. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، ومرحبا بالناس الجداد اللي عاد غادي يلتحقوا بالقناه، شكرا لكم كذلك. وفضلا منكم وليس امرا فعلوا زر الجرس باش تبقاو تشوفوا كل ما هو جديد. شكرا لكم جزيل الشكر على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.